دي عمان ودي الإمارات، حدود بتبدو من بعيد إنها طبيعية جدا، لكن لو قربنا شوية هنلاحظ إن في أرض عمانية موجودة بالكامل داخل دولة الإمارات، ولاية مدحة العمانية المعزولة تماما عن الأراضي العمانية والموجودة بشكل كامل داخل دولة الإمارات. ولاية مدحة بتحيط بها الإمارات من كل الجهات، وموجودة بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، وعدد سكانها بيتجاوز 3000 نسمة. الحدود بين عمان والإمارات بتشبه إلى حد كبير جدا الحدود بين إسبانيا وفرنسا. لو قربنا شوية داخل فرنسا هنلاحظ إن في برضو أرض إسبانية موجودة بالكامل داخل فرنسا ومعزولة بشكل كامل عن الأراضي الإسبانية، والمنطقة دي هي ليفيا الإسبانية اللي بتحيط بها الأراضي الإسبانية من كل الجهات وبيعيش فيها حوالي 1500 إسباني كتالوني. ولكن يا صديقي، على الرغم من أن الحدود دي تعتبر غريبة، لكن الحدود بين عمان والإمارات أغرب بكتير من الحدود بين إسبانيا وفرنسا. مدحة بتبعد عن الأراضي العمانية بحوالي 30 كيلومتر، وبتتبع محافظة مسندم اللي هي موجودة في أقصى شمال عمان، واللي برضو معزولة تماما عن الأراضي العمانية لكنها مش موجودة داخل الإمارات، هي موجودة بعد الإمارات، يعني اللي بيفصلها عن عمان هي دولة الإمارات. الموضوع باختصار يا صديقي عشان بس لو اتلخبط، هو إن في أرض عمانية موجودة داخل دولة الإمارات اللي هي ولاية مدحة، وولاية مدحة دي جزء من أرض عمانية معزولة عن عمان وموجودة بعد الإمارات اللي هي محافظة مسندم. مدحة بتبعد عن مسندم بحوالي 30 كيلومتر، وبتبعد عن البر الرئيسي لعمان بنفس المسافة تقريبا. أما بقى مسندم اللي هي موجودة في أقصى الشمال فبتبعد عن البر الرئيسي لعمان بحوالي 70 كيلومتر. يعني لو انت عايش في مدحة وعاوز تروح مسقط العمانية، هتخرج من الأراضي العمانية بعدها تدخل الأراضي الإماراتية لحد ما توصل لأقصى جنوب الإمارات، بعدها تخرج من الأراضي الإماراتية وتدخل الأراضي العمانية لحد ما توصل في النهاية لمسقط عاصمة بلدك. أما بقى لو انت عايش في مسندم العمانية وعاوز تروح مسقط العمانية برضو، فهتخرج من الأراضي العمانية وتدخل الأراضي الإماراتية من أقصى الشمال لحد ما توصل لأقصى الجنوب، بعدها هتدخل الأراضي العمانية عشان توصل في النهاية لمسقط عاصمة بلدك. وطبعا المواطن العماني والمواطن الإماراتي مش مطلوب منهم تأشيرة لدخول عمان أو الإمارات، طالما معاك جواز سفر عماني أو إماراتي تقدر تدخل وتخرج بسهولة. الأغرب بقى من كل ده إن داخل المدحة العمانية موجود أرض إماراتية برضو معزولة تماما عن دولة الإمارات وموجودة بشكل كامل داخل الأراضي العمانية، منطقة النحوة الإماراتية المعزولة عن الإمارات واللي بتحيط بها عمان من كل الجهات. يعني باختصار الإمارات موجود جواها جزء من عمان اللي هو مدحة، وعمان موجود جواها جزء من الإمارات اللي هو النحوة، يعني دولة داخل دولة داخل دولة. فلو انت عايش في النحوة الإماراتية وعايز تروح دبي الإماراتية برضو، فهيبقى مطلوب منك انك تخرج من الأراضي الإماراتية بعدها تدخل الأراضي العمانية، بعدها تخرج من الأراضي العمانية وتدخل الأراضي الإماراتية عشان توصل في النهاية لدبي. والسبب في ده باختصار بيرجع ل 1971 لما تم إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل التاريخ ده كان الخليج عموما تحت سيطرة بريطانيا، والمنطقة كان بيسيطر عليها مجموعة من المشيخات وكانت معروفة باسم ساحل عمان أو الإمارات المتصالحة. المتصالحة في ساحل عمان تتألف من 7 إمارات، تقوم في كل منها إدارة مستقلة وترتبط جميعها بمعاهدة وئام وإخاء. لكن الموضوع بدأ يتغير لما تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكم إمارة أبو ظبي في 1966. في الوقت ده الشيخ زايد ربنا يرحمه اتواصل مع حكام الإمارات عشان يكون اتحاد يحافظ بيه على المنطقة والثروة النفطية الموجودة فيها، وبسبب وجود شوية خلافات تم استفتاء شيوخ وأعيان كل منطقة عن الدولة اللي بيدينوا لها بالولاء. فشيوخ وأعيان مدحة اختاروا عمان عشان تكون مدحة ضمن الأراضي العمانية، واختار شيوخ وأعيان النحوة إنها تكون ضمن إمارة الشارقة عشان تكون ضمن الأراضي الإماراتية. أما مسندم فكان ليها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لعمان، وده لأنها بتطل على مضيق هرمز اللي بيعتبر واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وبالتالي تمسكت عمان بمسندم عشان تكون ضمن الأراضي العمانية. وفي 1971 وبعد خروج بريطانيا من المنطقة تم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة الإمارات تحت رئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ومن الوقت ده مدحة بقت رسميا جزء عماني معزول عن الأراضي العمانية وموجود بشكل كامل داخل دولة الإمارات، ومسندم بقت جزء معزول عن عمان موجود في أقصى الشمال وبيفصلها عن البر الرئيسي لعمان دولة الإمارات. في النهاية صديقي، كل التحية للشعب العماني والإماراتي، وإن شاء الله ربنا يديم الود والمحبة والأخوة بين الدولتين. وأخيرا بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. سلام.